عبد الحميد لبيبة رئيس الحكومة الليبية غير الشرعية شن حملة هجومية شرسة جدا ضد مجلس النواب الليبي وضد مجلس الدولة الليبية. اتهمهم هم الاثنين بان هم اللي بيعطلوا مسيرة الدولة الليبية وان هم اللي معطلين الانتخابات مش هو، على الرغم من ان لبيبة هو المسؤول عن الفوضى والخراب وهو اللي بيقود الميليشيات من أجل إثارة الفوضى في قلب الوطن الليبي من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، إلى درجة أن هو قال بالحرف الواحد لا يمكن أن ليبيا تستغنى عن خدمات الميليشيات لأن هم جزء من المنظومة الأمنية. وعلى الرغم من أن لدبيبة نفسه تصدى لترشح عدد من الشخصيات البارزة جدا في مواجهته في الانتخابات الرئاسية زي سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي اللي التف حواليه الشعب الليبي كله وبالتالي نفذ التعليمات الأمريكية والتعليمات الأوروبية أنه يمنع منعا باتا أن سيف الإسلام يترشح وبالتالي عطل الانتخابات. جاي النهاردة وبعد سنوات من الفوضى والخراب تسبب فيها يتهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية بأن هم اللي بيعطلوا الانتخابات وأن هم مش عاوزين غير مصلحتهم. عمركم حضراتكم شفتوا بجاحة أكتر من كده؟ على الرغم من أن طبعا عبد الحميد لدبيبة هو المسؤول عن الخراب الموجود حاليا في قلب ليبيا. في كل الأحوال سوف نتوقف عند تصريحات هذا المدعو عبد الحميد لدبيبة خلال الحلقة دي، لكن كما تعودنا قبل ما نبدأ الحلقة شير لايك للفيديو ده وطبعا كومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. منذ ساعات قليلة وقبل أن يطلق عبد الحميد لدبيبة التصريحات بتاعته فوجئنا بتصرف مشبوه من قبل ستيفاني خوري القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في قلب الدولة الليبية. الست دي أطلقت تصريحات من نوعية إيه؟ بصوا يا جماعة أنا بتعهد قدامكم بمساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي وتحقيق سلام واستقرار مستدامين. هتبدأ من الأول بعد ما ليبيا قطعت شوط كبير جدا في اتجاهات شتى وصولا للانتخابات المرتقبة على المستوى البرلماني والرئاسي. هنبدأ بقى نقطة ومن أول السطر، أنا بوعدكم يا جماعة هنطلق عملية شاملة. العملية الشاملة دي اللي هي سعادتك، هنبدأ بقى من الأول. طب واللي فات؟ ما احنا وصلنا إلى نتائج ومراحل حتى قدام الأمم المتحدة وقدام المؤسسات المعنية وقدام الكثير من الدول الراعية للمباحثات. لا 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 لا، احنا هنبدأ من الأول. إيه بقى؟ وقالت أنها بحثت مع أعضاء من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مشاكلهم بشأن التمثيل العادل والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار. بدأت تدور على الفئات المختلفة في قلب الدولة الليبية وتصحيهم وتقول أنتم من حقكم أن كنتوا تتشاركوا في العملية السياسية كما لو كانت ليبيا ناقصة عند ليبيا عشرات الطوائف، القبائل، الفئات، الميليشيات. كل دول نجحت الأمم المتحدة أو لتحري الدقة نجحت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الأمم المتحدة في إن هي تصحيهم وتقول أنتوا حقكم إن كنتوا تتشاركوا صناعة القرار، على الرغم من إن أي قانون انتخابي بيقول حاجة واحدة بس فقط لا غير. انت شايف ان من حقك انك انت تشارك في صناعة القرار وانك انت يكون لك تمثيل عادل؟ نحتكم لصناديق الانتخابات، مفيش حاجة اسمها امازيغ، مفيش حاجة اسمها ميليشيات، مفيش حاجة اسمها القبيلة الفلانية، في حاجة اسمها ليبيا، في حاجة اسمها الشعب. وبالتالي القبيلة الفلانية شايفة نفسها ان هي احق بحكم ليبيا، عظيم، تتعمل انتخابات رئاسية عادلة شفافة تحت إشراف دولي تحت إشراف كل قيادات القبائل تحت إشراف كل المؤسسات المعنية، وطالما أن سيادتك لكتلة تصويتية يبقى في الحالة ديت هتمثل من خلال الكتلة التصويتية ديت. لو دخلت الانتخابات وأصبحت ممثلا جوه مجلس النواب الليبي خلاص أهلا وسهلا بيك،
فشلت يبقى ما تتكلمش. ليه؟ انت ما عندكش كتله تصويتيه تدخلك مجلس النواب، وبالتالي ما تفرضش شروطك قبل اجراء هذه الانتخابات، لان اللي بيحصل من قبل امريكا واللي بيحصل من قبل القوى الغربيه واللي بيحصل من امثال عبد الحميد للبيبه ده تدمير للوطن الليبي. ما فيش حاجه اسمها امازيغ، ما فيش حاجه اسمها قبائل، ما فيش حاجه اسمها ميليشيات، ما فيش حاجه اسمها سين صاد عين من الناس، في حاجه اسمها شعب ليبيا، لان كل هؤلاء يمثلون الشعب الليبي. وبالتالي لما انت بتلتقي يا ست ستيفاني خوري، تلتقي بالامازيغ، تلتقي بالميليشيات زي ما هم عملوا في مراحل سابقه، يبقى معنى ذلك انت بتولع الدنيا اكتر ما هي والعه. الست ستيفاني خوري بدات تعمل اللقاءات مع الفئات المختلفه، بدات تصح المارد اللي جواهم. النتيجه ثقوا تماما ان الوضع هيتنيل بستين الف نيله في قلب دوله ليبيا اكتر ما هو متنيل بسبب تحركات الست ديت اللي اسمها ستيفاني خوري. قالت الكلمتين دولي، فوجئنا بتصريحات عبد الحميد لدبيبه. البيضه وجه انتقاداته العنيفة لمجلس النواب ومجلس الدولة، واتهمهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. على الرغم من ان سبحان الله المجلسين دول اتفقا على صيغة للدستور، وكانت ليبيا قاب قوسين من ان هي تجري الانتخابات الرئاسية، الا ان عبد الحميد لدبيبة هو الذي قام بالتعطيل. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعنيش، احنا بقى نبدأ نعمل دستور جديد ونعمل حكومة، الحكومة ديت أنا اللي أتولى رئاستها. طب هتتولى رئاستها ومش هتترشح الانتخابات؟ لا، أنا هفضل متولى رئاسة الحكومة ديت إلى ما شاء الله، وهترشح للانتخابات الرئاسية، وأنا اللي هشرف على الانتخابات، وأنا اللي هدير العملية الانتخابية، وأنا اللي هعمل كل حاجة. ثم سيف الإسلام القذافي ما يجيش، المشير خليفة حفتر ما يجيش، فلان الفلاني ما يجيش. الله، انت حاطط نفسك خصم وحكم؟ طب ازاي؟ هو كده عاجبكم خير وبركه، مش عاجبكم انا مش هسيب الكرسي بتاعي. من مصلحه عبد الحميد لدبيبه وامثاله، سواء اذا كان المشير خليفه حفتر، سواء اذا كان فتحي بشاغه، سواء اذا كان قيادات الميليشيات، سواء اذا كان اي من الذين يحكمون الدوله الليبيه حاليا، من مصلحتهم أن يستمر الوضع على ما هو عليه. ليه؟ في بقاء الوضع على ما هو عليه متفلوا عشرة، إحنا بنحكم ليبيا الشعب يخبط دماغه في أقرب حيطة، هو ده اللي بيحصل. عشان بس إن بعض الناس لما إحنا نيجي نتكلم على السرقة والنهب والدمار اللي بيقوده عبد الحميد لدبيبة، الناس بتشتمنا وبتقول إيه؟ طب وانتوا ليه ما بتتكلموش على خليفة حفتر؟ احنا ما بنتكلمش على خليفة حفتر لسبب بسيط للغاية، لان الذي يحكم الحكومة الليبية حاليا هو اللص الكبير عبد الحميد لدبيبة، مش خليفة حفتر، وبالتالي طبيعي ان انا اتكلم عن عبد الحميد لدبيبة. لكن خليفة حفتر والاخرين اساسا من مؤيدي اجراء الانتخابات الرئاسية، وبالتالي خليفة حفتر ما بيعطلش الانتخابات زي عبد الحميد لدبيبة. طبعا اللجان الالكترونيه بتاعت عبد الحميد لدبيبه بتشتمنا بطريقه غير عاديه، وصوتها هو اللي ظاهر، لان هم بيقبضوا من عبد الحميد لدبيبه في سبيل ان هم يدافعوا عنه، فده امر طبعا طبيعي ان هم ينتقدوا قناه مصر. عبد الحميد لدبيبه بيقول ان حكومته يجب ان تستمر في الضغط محليا ودوليا في ذهاب البلاد نحو الانتخابات. طيب ما انت توافق على الانتخابات، انت بتضغط دوليا ليه يا رحمك؟ بتضغط دوليا ليه؟ في سبيل ايه؟ ما مجلس النواب ومجلس الدولة أساسا اتفق على صيغة تشكيل حكومة توافقية مؤقتة تقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث ان عبد الحميد لدبيبة مش هو اللي يكون رئيس الحكومة ديت، لان هو أساسا طرف، يعني بمعنى يتخلى عن رئاسة الحكومة المستمرة، تيجي حكومة توافقية من الجميع من كل التوجهات تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتسلم السلطة لمن يختاره الشعب الليبي. فأنت بتضغط دوليا ليه؟ طبعا عشان تعرفوا حضراتكم ان الراجل ده كذاب. وقال ده اللي هو عبد الحميد لدبيبة، قال ان المجلسين اختلف في كل شيء واتفق على بند واحد، وهو كيفية التمديد لأنفسهم وتعطيل الانتخابات.
طبعا كلام كله كذب في كذب، لان هم ما اتفقوش على ان هم يمددوا لنفسهم. هم كل ما هنالك طلبوا تشكيل حكومه مؤقته تشرف على الانتخابات القادمه، وهم مستمرين لحد ما تجرى الانتخابات القادمه، مستمرين بعيدا عن اداره العمليه الانتخابيه، بينما عبد الحميد لبيبه كان عاوز هو اللي يستمر من اجل اداره العمليه الانتخابيه. طيب انت هتجري الانتخابات وهتدير العمليه الانتخابيه، يبقى مش من حقك تترشح للانتخابات. لا، انا هترشح للانتخابات الرئاسيه زي ما عمل في الانتخابات الرئاسيه اللي كانت مقرره من حوالي سنتين وعطلها، واشار الى ما وصفها بقله تتقاسم السلطه والثروه والسلاح اللي هي عاوزه مصادره اراده الشعب الليبي. كان هو بيتكلم عن نفسه. عبد الحميد لدبيبه سرق، نهب، هو رجل اعمال فاسد، تاريخه كله فساد. عقد الصفقات القذرة مع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، عقد الصفقات القذرة مع الكيان الإسرائيلي. ارجعوا بالذاكرة لما حدث مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بتاعته اللي أطاح بيها وضحى بيها في سبيل إن هو يستمر. عقد الصفقات القذرة مع رجب طيب أردوغان اللي إدى الفرصة لرجب طيب أردوغان سرقة ونهب ودبار وخراب وقبض وفلوس بتروح للمصرف المركزي التركي، واللي كله بيتحط في كرش الشعب التركي، بينما شعب ليبيا بيتضور جوعا. وأعلن عن رفضه تحميل الشعب ضريبة الإنفاقات الموازية السابقة واللاحقة التي لا تخضع لأي منظومة إدارية أو تنفيذية أو رقابية. عاوز ياخد فلوس مجلس الدولة ومجلس النواب، وياخد فلوس الجيش الوطني الليبي، وياخد كل فلوس المؤسسات اللي مش مسيطر عليها بشكل مباشر. وقال إن البلاد مستقرة، يعني فقر الشعب الليبي؟ لا لا، ده مش فقر، الشعب الليبي غني وبياكل بشكل كويس جدا ومدعوم على أفضل ما يكون، والوضع مستقر، وتصدير نفطها في ازدياد. فعلا هو النفط الليبي في ازدياد، يعني في ازدياد لتصديره، لأن عبد الحميد لدبيبة بيصدر النفط الليبي لحسابه الخاص وحساب القوى اللي عاقد معاها الصفقات القذرة، لكن ده كله ما بيروحش للشعب الليبي. وقال إن حكومته بتواصل الوفاء بتعهداتها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. يعني عمركم شفتوا كذب وبجاحة في الكذب أكتر من كده؟ وقال هدفنا زيادة الإنتاج النفطي إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام المقبل. في الحتة ديت هو صادق، لأن عبد الحميد لدبيبة أخذ أوردرات من أمريكا ودول أوروبا، زود إنتاج النفط عشان نعوض النفط بتاع روسيا، عشان يخفضوا سعر النفط مقابل استمرارك في الحكم. وبالتالي هو بينفذ الأجندة بتاعتهم بالتنسيق مع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، وبالتنسيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابيين. هو ده يا سادة عبد الحميد لدبيبة الحرامي الكبير اللي شغال حاليا برتبة رئيس حكومة. لدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بتعطيل الانتخابات الليبية. عمركم تشوفوا بجاحة أكتر من كده يا جماعة؟ لدبيبة يطالب بقواعد انتخابية عادلة ويهاجم مجلسي النواب والدولة. والله فعلا شخص بجح. لدبيبة يتهم النواب والدولة بعرقلة انتخابات ليبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لكم الله يا شعب ليبيا.